song you wanna hear. تكونوا بخير. اليوم الفيديو راح يكون كثير مميز. طبعا الحين احنا في فصل الصيف والاعراس على الابواب، فاللي فيكم عروسه او مقبل على الزواج تكتب لي كومنت تحت. فمشان كده حبيت اوريكم مكياجي يوم عرسي. زي ما انتم شايفين مكياجي كان كثير بسيط، يمكن شفتوا كثير من الصور بالانستغرام وحتى بالفيديوهات اللي قبل بقناتي. فحبيت بس اوريكم خطوات مكياجي بشكل كثير بسيط، ما تحتاج وقت كثير وما تحتاج كمان لمنتجات كثيره. فلو حابين تعرفوا كل التفاصيل تابعوا الفيديو للاخير. بليز حبايبي لو عجبكم الفيديو لو استفدتوا منه حطوا لايك وكمان اشتركوا بالقناة ويلا نبلش. طبعا من اهم الاشياء هو الاهتمام بالبشرة. انا حطيت هذا الماسك عشان يغذيها وعشان ينظفها اكثر ويعطيها ترطيب. فطبعا اكيد لازم تهتموا ببشرتكم شهر قبل العرس. راح ابلش بهذا البرايمر من وجوه عشان يعطيني جلو اكثر لبشرتي. راح اضيف الكريم هذا من كلارنس. طبعا زي ما انتم شايفين انا الحين بحضر بشرتي للمكياج، فضروري نرطبها كتير وضروري ترطيب منطقة تحت العين. رح احط هذا البرايمر من بيكا كوزماتيكس ايجانين بنور تحت العين، وكمان هذا البرايمر من اوربان ديكي فوق الجفن عشان تبت الاي شادو. حبيت اضيف هذا البرايمر من بيكا كوزماتيكس عشان يعطيني جلو. زي ما انتم شايفين حطيته بس على منطقة الخدود، واكيد طبعا بدون ما ننسى الشفايف لازم نرطبهم او نسوي لهم سكراب. والحين راح احط فونديشن فانتي بيوتي وبابي براون. زي ما انتم شايفين كنت بعطس لانه صراحه كنت مزكمه وكنت مريضه ومبين كثير على شكلي اليوم. فالمهم راح احط الفونديشن بالبرش وبعدين راح ارجع اطبطب عليه بالبيوتي بلندر. هلا راح احط الكونسيلر الاول من ايف سان لوران والثاني من نارس. راح احطهم اثنيناتهم لانهم صراحه كثير حلوين يجننوا. احطهم بهالطريقه زي ما انتم شايفين. وهلا راح اسوي بلندين بالبيوتي بلندر. احس من الضروري كعروسه انك تحطي كونتور ولو حتى يكون خفيف، المهم لانه بيبرز ملامحك اكثر وحتى بالصور راح يطلع حلو. فالمهم الحين راح اسوي بلندين. والحين راح نثبت كل شيء باللوس باودر. اخترت هذا من كلينيك لانه صراحة بيضل طول اليوم وبنصحكم به. وهلا راح ننتقل للعيون. راح ابلش احط شوية هايلايتر لانه حابة اللوك يكون شوي برونزي بس كمان تكون في اضاءة اكتر وخاصة للصور. راح ابلش باللون البني من باليت شارلوت تلبري. هاي الباليت كتير ممتازة. المهم راح ادمج الظلال بهذه الطريقة. بعدين راح اضيف اللون الثاني اللي هو كمان براونش بس مايل على اللون الرمادي. وراح اسوي بلندينج زي ما انتم شايفين. ولو رجعتوا لصوري يوم زفافي فاسوي تقريبا نفس المكياج، في اختلاف بسيط بس المهم نفس الشادويات اللي سويتها فوق العين بحطها تحت العين. وراح اخذ هذا اللي هو شوي برونزي على القلم كمان من شارلوت تلبري، راح احطه فوق الجفن وراح ادمجه باصبعي. واكيد طبعا راح احط قلم بني لونه بني راح احطه جوات العين. وراح اكمل الشادو بهذا اللون البرونزي زي ما انتم شايفين بوسط الجفن. راح ادمج الشادويات مع بعض عشان يعطيني شكل مرتب. وراح اشيل اللوس باودر. وكمان بنصحكم تاخذوا معكم الصمغ بشنطتكم يوم زفافكم لانه احيانا ممكن تبكي، ممكن يجيك احساس كده ولا كده، انتم فاهمين. راح احط هدول الرموش الكثير خفيفين ومبين طبيعيين. وراح احط الماسكارا. راح اثبت الكونتور اللي سويته بهذا البرونزر من سماش بوكس. طريقة خفيفة شوي بس عشان يحدد لي الملامح اكتر. وراح اخذ هذا البلاش من بيكا كوزماتيك اللي يجنن لونه بينك كتير حلو. وكمان راح احط الهايلايتر المفضل عندي من بوبي براون
بيعطيك كذا يعني لوك كثير طبيعي، وراح اضيف هايلايتر اكثر لانه حابه انه السكين تبعي يكون يعني جلوي مشرق البشره، وراح تبان بالصور كمان كثير حلوه. ممكن كمان تحطوا شويه هايلايت بمدمع العين. والحين راح ارسم شفايفي بهذا القلم اللي مبين كثير نيود على البينكش، وهلا راح احط هذا الجلوس من بيكا كوزماتيكس. وهذا هو اللوك تقريبا النهائي للمكياج، كثير حبيت صراحه. وزي ما قلت لكم مكياج يوم زفافي كان كثير بسيط، والاكسسوارز اللي كنت لابسه اتوقع انه حبات اللون اللي كنت لابسه. وبالنسبه لشعري كنت مسويها كده، بس رحت عند الكوافور صراحه وحطيت هذا الاكسسوار يوم عرسي كمان. والحين صار وقت ألف فستان، هذا هو الفستان اللي لبسته من سنوات بيوم عرسي، كثير بسيط، هو على كريمي زي ما انتم شايفين. بس المهم بحب كثير هذا الفستان وكان كثير حلو، وبالنسبه لي يوم وذكريات كثير مميزه. وكمان هذا الشوز اللي لبسته يوم عرسي. فالمهم هذا الفيديو بالنسبه لي كثير يعني من الذكريات الحلوه والمميزه. فهذا هو شكل النهائي تقريبا المكياج، ولا يوم عرسي تقريبا المكياج سويته زي كذا والفستان زي كذا، انما الشعر اكيد طبعا رحت عند الكوافر هو اللي سوى لي شعري. فاتمنى الفيديو يعجبكم يا رب. بليز لو عجبكم الفيديو حطوا لي لايك واشتركوا بالقناة، واكتبوا لي افكار تانية حابين تشوفوها في الفيديوهات الجاية. بحبكم كتير، باي.